بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل، أستهلها بأبرز العناوين. إصابة امرأة برصاص مسلحين في رداع وحرية الوزراء تحتضن احتجاجات جديدة. قرار باستئناف الدراسة في جامعة صنعاء وأهل الطلاب اليمنيين في الجزائر يطالبون بإقالة الملحق الثقافي. أهلا بكم. أصيبت امرأة برصاص مسلحين بزي مدني في مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليوم أثناء محاولة المسلحين إغلاق المحلات التجارية بالقوة مع غياب كلي للجيش والأمن. وقالت مصادر طبية لقناة سهيل إن المرأة أصيبت أثناء تواجدها في مستشفى السلام، حيث قام مسلحون بزي مدني بإطلاق الرصاص العشوائي لمحاولة إجبار التجار على إغلاق المحلات بالقوة. إلى ذلك قام عدد من المواطنين بقطع الشارع العام بمدينة رداع وإغلاق الشوارع الفرعية وإحراق الإطارات احتجاجا على الأحداث التي شهدتها المدينة أمس. وتشهد مدينة رداع شللا شبه كلي للحركة بالشوارع مع انسحاب كلي للجيش والأمن من المدينة. نظم جرحى حروب صعد أن المؤسستين العسكرية والأمنية وقفة احتجاج أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بسرعة معالجتهم على حساب الدولة وصرف التعويضات المادية عن الأضرار التي لحقت بهم، مناشدين رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء بسرعة تلبية مطالبهم القانونية والمشروعة وتقديم المتورطين في سفك دمائهم إلى القضاء. نفذ مهندسو وزارة الأشغال العامة وقفة احتجاج للمطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم الموقوفة من قبل الوزارة، وطالب المحتجون بسرعة إقالة الفاسدين من الوزارة والذين يقفون عائقا أمام التغيير والإصلاحات بالوزارة. تظاهر العشرات من أسر معتقلي ومخفي الثورة اليوم أمام رئاسة الوزراء مطالبين بسرعة التحرك للإفراج عنهم، وطالبت أسر المعتقلين رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسرا من شباب الثورة وإحالة كافة المتورطين في اعتقال وإخفاء شباب الثورة وانتهاك حقوقهم، والرافضين التوجيهات الرئاسية والقاضية بالإفراج عنهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع. وطالب المجلس العام لمعتقلي الثورة بسرعة تشكيل أعضاء لجان تقصي الحقائق في قضايا المعتقلين والمخفيين إلى التحقيق لتقصيرهم في عملهم ومهامهم التي كلفوا بها. نفذت عدد من الجمعيات السكنية الخاصة بالإعلاميين وقفة احتجاج على نهب أراضيهم من قبل نافذين، وناشد الإعلاميون كافة منظمات المجتمع المدني مناصرتهم لاستعادة أراضيهم المنهوبة. وهدد الإعلاميون بالتصعيد من وقفاتهم الاحتجاجية حتى استعادة أراضيهم المنهوبة من قبل المتنفذين. وناشد المحتجون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة التدخل وإلزام المتنفذين إعادة الأراضي. هذا ونفذ أهالي الطلاب اليمنيين الدارسين في الجزائر وقفة احتجاج اليوم الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بحل مشاكل أبنائهم الطلاب هناك وإقالة الملحق الثقافي. ويتهم الطلاب الملحق الثقافي بتبني أسلوب التهديد والوعيد واللجوء إلى الأمن الجزائري للدخول إلى السفارة عند مطالبة الطلاب بحقوقهم المكفولة دستورا وقانونا، وإساءة استخدام الوظيفة العامة وعدم التعاون في حل مشاكل الطلاب. أقر مجلس جامعة صنعاء برئاسة الدكتور عبد الحكيم الشرجبي في اجتماعه اليوم الثلاثاء استئناف الدراسة في جميع الكليات. وأشار رئيس الجامعة إلى أن قرار استئناف الدراسة في الجامعة يأتي من حرص الجامعة ممثلة بمجلس الجامعة على استمرار العملية التعليمية وعدم تعطيلها، وكذلك الحرص على مصلحة الطالب واستكمال الاختبارات في كليات الجامعة. وأضاف رئيس الجامعة
أن لجان التحقيق في المشاكل التي حصلت في بعض الكليات ومبنى رئاسة الجامعة ما زالت تباشر عملها في انتظار إعلان النتائج، علما أن إجراءات التحقيق تتم وفقا للقانون والنظام واللوائح النافذة في جامعة صنعاء. كما أعطى مجلس الجامعة مهلة للجان التحقيق لإنهاء عملها وتقديم تقرير متكامل بنتائج التحقيقات للمجلس خلال أسبوعين. تمكن عدد من مشايخ وأعيان محافظة الجوف وبالتعاون مع قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ محمد بن عبود الشريف من استرجاع باصين تم اختطافهما من منطقة اليتمة. وقال أصحاب الباصات وهما من محافظة تعز أنهما كانا في طريقهما في عمل، فتم اختطاف الباصات من قبل مسلحين على خلفية ديون لدى شخص آخر من تعز. وفيما شكر مالكا الباصين كل من قام بمساعدتهما في استرجاع حقهما وفي مقدمتهما المحافظ. لليوم الثالث ينفذ أبناء القاعدة وقفة احتجاجية أمام مؤسسة المياه والنيابة العامة، طالبوا خلالها بإلقاء القبض على المعتدين على الحوض المائي التابع لمدينة القاعدة بمنطقة عبلال. كما طالب وكيل النيابة بتحرير أمر قبض قهري بحق المتورطين في عمليات الحفر العشوائي لآبار المياه في المنطقة، الأمر الذي يهدد الحوض المائي للمنطقة بالجفاف بسبب الاستنزاف الجائر، خصوصا في ظل الكثافة السكانية العالية لمدينة القاعدة والبالغة 70,000 نسمة. وقال المواطنون المحتجون إن حاجة المدينة من المياه تبلغ 35,000 لتر مكعب شهريا، فيما المتوفر حاليا هو 15,000 متر مكعب فقط، مشيرين إلى أن حفر المزيد من الآبار العشوائية واستخدامها في ري القات أمر مرفوض من قبل أبناء المنطقة. أقام مركز الدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية تقييمية للجلسة العامة للحوار الوطني، وشارك في حلقة النقاش عدد من الأكاديميين، وكانت هناك بعض الملاحظات على جلسة الحوار كعدم تمثيل شباب الثورة تمثيلا عادلا، وكذلك تعرضت الحلقة لمدى الالتزام بالنظام الأساسي ووصف البعض الحوار الوطني حتى الآن بالمشجع. أقام اليوم الاتحاد العام لطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا وطلاب سوريا الأحرار فعالية ولكل وطن حكاية، والتي تقام تحت شعار دماؤنا الثمن لتكون حرا يا وطني. تخلل الحفل عدد من الفقرات الإنشادية والمسرحية والشعرية وصلات استعراضية نالت استحسان الجميع. كما أكد الجميع على أن الثورة السورية ماضية في طريق المقاومة وتحقيق النصر على الطغاة رغم كل الألم والجراح. دشنت صباح اليوم بمديرية يريم حملة شارك الأولى لكفالة 200 يتيم ويتيمة بمناسبة يوم اليتيم العربي. وفي حفل التدشين الذي نظمته مؤسسة بساط الخير التنموية، أكد رئيس المؤسسة الشيخ عبد الكريم الروضي على أهمية تكافل المجتمع بكل فئاته لرعاية اليتيم وكفالته، كما تم استعراض طبيعة الحملة والتي تهدف إلى الكفالة الدائمة والكفالة التعليمية للأيتام وتأهيلهم وبناء قدراتهم. أقام مركز اليتيم بجمعية الإصلاح بمحافظة الحديدة وضمن فعاليات يوم اليتيم العربي مسابقة الأنشودة للمدارس الخاصة، حيث شاركت العديد من الطلاب والطالبات شاركوا في هذه المسابقة التي نالت استحسان الحاضرين.
أقامت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات لقاء لأسر المعتقلين في سجن جوانتانامو للتدارس حول آخر مستجدات بشأن المعتقلين وما يمكن بذله من قبل كل الأطراف للإفراج عنهم وتسليمهم للسلطات اليمنية. اللقاء الذي عقدته المنظمة في مقرها الرئيسي كان بحضور عدد من الشخصيات على رأسهم المحامي الأمريكي ديفيس رامس، الذي ألقى كلمة عبر فيها عن بالغ أساه لاستمرار اعتقال عشرات السجناء اليمنيين في سجن جوانتانامو دون أن تثبت إدانتهم بعد مرور 12 عاما من الاعتقال. هذه السنة شخرجوا، هذه الثانية شخرجوا، ولدي طلع ولا عليه أي حاجة. مع الرئيس بوش قدموا ملفه، لما طلع الرئيس أوباما اختفى الملف حق ولدي بحاله. أن جميع دول العالم، جميع الدول شعوب الوطن العربي وجميع دول العالم الأوروبي أطلقوا معتقليهم، ونحن في بلادنا اليمن لا زال 94 أو 97 معتقل يقبعون في السجون الأمريكية. نحن نعلم أن النظام السابق لم يقدم شيء لهؤلاء المعتقلين، فنريد من الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يكون له بصمة بيضاء ويقوم بمتابعة هؤلاء المعتقلين ويطلق أبناؤه المعتقلين. الآن الأوان لإجراء مباحثات يعني واقعية وفتح أبواب الوزارات أمامها أسر هؤلاء المعتقلين والتعامل مع الموضوع بأكثر من جدية. نذكر بأنه لدينا 94 معتقل داخل غوانتنامو من أبناء اليمن. نطالب الحكومة اليمنية وندعوها إلى أن تسارع في استعادة هؤلاء المعتقلين، باعتبار أنه الحكومة والنظام السابق قد أغفل هذه القضية بل تلاعب فيها، ويعني كان هناك 58 معتقل جاهزين للإفراج وأرادت الحكومة الأمريكية تسليمهم لليمن، لكن النظام السابق رفض استلامهم وأشترط مبالغ كبيرة من أجل إعادة تأهيلهم. هناك اليوم صعوبات كبيرة في استعادة المعتقلين. أوباما أصدر قانون أو قرار وقانون بإعادتهم، لكن الكونغرس قيد هذا القانون بما يجعل أنه يحتاج إلى جهود كبيرة جدا للاستعادة. هناك أيضا وفد رسمي وأيضا منظماتي سيزور الولايات المتحدة وأيضا معتقل غوانتنامو. لازلنا ننتظر موافقة الحكومة الأمريكية ووزارة حقوق الإنسان تتابع هذا الأمر. في نهاية النشرة أعود أذكر بأبرز العناوين. إصابة امرأة برصاص مسلحين في رداء وحرية الوزراء تحتضن احتجاجات جديدة. قرار باستئناف الدراسة في جامعة صنعاء وأهالي الطلاب اليمنيين في الجزائر يطالبون بإقالة الملحق الثقافي. للمزيد مشاهدينا زوروا موقع القناة سهيل.net وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل.